إذن بانتظار بداية المباراة أناشيد الوطن اللبناني اللي عم يفتتح المباراة، ونشوف الجامبول الأولى والأخيرة حتكون بين فيمس و واللاعب شارل تيبت. عم تشوف انه اللاعب السوري فضل ما يبلش فيه المدرب جوم جاعس. الجامبو رح ترجع تعاد من جديد، مواجهه بين الامريكي فيمس وشارل تيبت تحت انظار المدرب جاعس. والبوزيشن الاولي لصالح نادي التضامن الزوما حسن دنداش صانع العاب النادي الكسرويري. دفاع مان تو مان بلش اذا المدرب جوم جاعس. العكيرة هو اللي عم يدافع على لسعيد، لسعيد بيسدد من اول محاولة ما بينجح فيها، ريباوند لصالح الفهد يلي بينطلق بالهجوم. روني فهد بروح على السلة وبيسجل أولى نقاط النادي الشمالي. السلة الأولى إذا لصالح نادي المتحدة طرابلس. كمان مقطوعة من جديد لصالح نادي المتحد، وترن اوفر على روني فهد. بشير عموري بيعمل كنترول بشكل ممتاز جدا لعموري وهو على الارض، بيتمكن يعمل كنترول على الطابة بينقلها بسرعة وفاست بريك لصالح نادي التضامن. فيمس بسدد من المسافة المتوسطة والبوجي على الريباوند. يعني بسؤالنا على ويب سايت ال بي سي www.lbci.com/sports، سؤالنا مين برايكم رح يفوز بلقاء اليوم؟ التصويت اتى لصالح نادي التضامن الزوق 56% مقابل 44% لنادي المتحد. هيك اتى التصويت لهلا، ولنشوف كيف رح يكون الامر بارض الملعب. بشير العموري كمان بنقلها لفيمس. جارد يرتكب التورن اوفر تحت انظار مدرب نادي التضامن مروان خليل. نقطتين لهلا بس تم تسجيلهم، يعني اللافت بهالملعب السكور بورد الموجود. بالفعل سكور بورد كثير حلو لانه كل شيء عم تشوفوه امامكم على الشاشه ببيوتكم، الجمهور بيقدر كمان يشوفه في سكرين كبيره مع السكور بورد. كمان محاوله بتضيع من التابت. الريباوند كان لصالح نادي التضامن. حسن دندش ما بيتمكن من التسجيل. البوجي على الريباوند، الريباوند رقم 2 لباس البوجي بهالمباراه. روني فهد تحت الضغط الدفاعي بيعمل كنترول الفهد. روني كمان بيخترق بروح على السله ما بينجح بالمحاوله. جارد على الريباوند وفاست بريك مع كوري ويليامز اللي بيمرر لنديم السعيد، واللي السعيد بيسجل اولى نقاط نادي التضامن. بتمريرة حاسمة من كوري ويليامز. تعادل الفريقين على النقطتين. بس الموجة تسديدة ثلاثية ما بينجح فيها. الريباوند والبوزيشن بتروح كمان لصالح نادي التضامن. فيمس نو باسكت بقول الحكم، خطأ لصالح جارد. حكام الطاولة أكيد مشكورين. البوزيشن سايد بول مع حسن دندش. نديم السعيدي بيستلم. كوري ويليامز، كوري بيخسر الكرة، نديم السعيد بيصلح الأمور بشكل سريع، بيسدد وبيسجل لسعيد. نقطة الرابعة لنديم السعيد. الزميل روي الحاج. تقدم اذا نادي التضامن 4-2 خارج ارضه. سامي مورو خطا لصالح مورو. لاعب جارد بطول 198 سنتيمتر سامي مورو، مواليد 1985. شارل تيبت للفهد، فهد بسدد عن الارك، المحاولة الثلاثية ناجحة. أول 3 بوينت بالمباراة، واللافت إنه نقاط نادي المتحد لهلا مسجلها روني فهد، ونقاط نادي التضامن الزوق
مسجلة نديم سعيد، والسعيد بكمل تميزه وتألقه، وهيدي نقطة السادسة. ست نقاط للسعيد، خمس نقاط للفهد. باسل بوجي، باسل بمرر للفهد يلي بيسدد عن الارك، ما بينجح المرة بالمحاولة الثلاثية. دندش على الريباوند، فاست بريك مع حسن دندش، بمررها لجارد فيمس، وفيمس بيحصل على الفاول. لاعب كتير موبايل جارد فيمس، يعني عم تشوفه موجود بشكل سريع، يعني بالفاست بريك شفناه موجود يعني قبل، يعني مفترض اللاعب السنتر يكون تريلر، عم تشوفه موجود من كان اسرع اللاعبين اللي عم يكونوا عم يركضوا بالفاست بريك، وهيدي ميزه ما عنده اياها كل لاعبين ارتكاز. جارد فيمس مواليد 1988، المحاوله الاولى بسجلها فيمس. يعطي التقدم بثلاث نقطتين لصالح فريقه، وكمان نقطتين لصالح جارد. بس البوجي بعد ما سجل ولا اي نقطه، وهيدي نقاطه الاولى للبوجي. اول سله لباس البوجي وما عم يحصل على الاند 1 بالخطا اللي احتسب لصالحه، وعنده فرصه باسل يعدل الارقام من جديد بين الناديين. محاولة ما بتنجح، فيمس الريباوند رقم 3 لفيمس. تبقى البوزيشن من جديد لصالح نادي التضامن. يعني مفترض السنة يكون في بطولة قوية جدا للبنان. حسن دندش كمان ما بينجح، فيمس بسجل نقطة الرابعة، وأربع ريباوند لجارد فيمس. أكيد عم يستفيد كمان من غياب لاعب ارتكاز أجنبي بصفوف نادي المتحد، يعني حسن وايتسايد ما راح يشارك اليوم بالمباراة بسبب إصابة عرض له من 10 أيام، واللاعب السوري ممكن بأي لحظة يستعين فيه المدرب جوم جاعس. ريباوند للبوجي، ريباوند رقم 3 لباسل. روني فهد، الفهد بيخترق وبيسجل نقطة السابعة. روني يعني نادي التضامن لثلاث مواسم متتالية قدر أحرز وصافة بطولة لبنان لكرة السلة، موسم 96-97، 97-98 و98-99، بالفعل من أعرق الأندية اللبنانية. باسل هيدي نقطة الرابعة للبوجي، بدأ يتحرك باسل بوجي، وهالمرة التمريرة أتت من اللاعب الأمريكي سامي مورو، والمتحد عم يتقدم بفارق نقطة. حسن دندش بيخترق من البيس لاين، بمرر لكوري ويليامز لاعب نادي بيجي السابق، تمريرة ذكية وممتاز الفينش يا دندش. أول سلة لحسن دندش يلي استفاد من تمريرة حاسمة لكوري ويليامز، أعيد فيها التقدم من جديد لصالح الضيف. لزيادة لباسل بوجي، باسل معه 9 ثواني بمرر لمروان زيادة اللي بسدد عن الارك، المحاولة الثلاثية ما بتنجح. لعموري لاعب المتحد السابق، تاني ريباوند لبشير العموري. نديم سعيد بمرر، اي لاف ذيس جيم، حلوة كثير الطريقة يلي بمرر فيها وبيستفيد منها اللاعب الامريكي. لنشوف اول سلة استعراضية بالمباراة، اتت من توقيع جارد فيمس. ست نقاط لفيمس، تقدم 3 لصالح التضامن. العكاري بحاول يعدل، بيعدل بيعدل العكاري، تاني ثلاثية ناجحة لصالح نادي المتحد طرابلس بعد الأولى للفهد. العكاري بيضرب من بعيد والنتيجة متقاربة دايما. كمان مقطوعة لصالح نادي المتحد مع سامي مورو يلي بيروح على السلة، باسكت ان للاعب الأمريكي سامي مورو، هيدي أولى نقاطه بالمباراة. نقاطه الأولى لسامي مورو يلي سبق
يلي انطلق بالكارير بالنسبة له بالان سي اي ديفيجن 2 ولعب لفترة طويلة بالبي بي ال دوري بالولايات المتحدة منه دوري كتير قوي ومشهور. 3 نقاط لسامي مورو. المتحد متقدم بفرق نقطتين 16-14. تسديدة ثلاثية من الدندش بيسجل وبيضرب دفاع المنطقة بسرعة بعد ما غير المدرب جوم جاعس من مان تو مان لزون ديفانس. الدندش بصيب السلة من بعيد أول 3 بونت لصالح النادي الكسرواني وتعادل الفريقين على نقطة 17. بلوك شوت من جارد فيموس وفاست بريك مع كوري ويليامز لنديم سعيد. ممتاز يا سعيد. 8 نقاط لنديم سعيد. استفاد من تمريرة حاسمة لكوري ويليامز. التضامن من الجيد هو اللي عم يتقدم بفرق نقطتين. روني فهد من المسافة المتوسطة بيسجل الفهد. 9 نقاط لروني فهد بيرجع ليصير أفضل مسجل بالمباراة وراه نديم سعيد بـ8. أفضل مسجلين بالمباراة هن لاعبين لبنانيين كل واحد من فريق. بس البوجي مقطوعة. روني فهد بجرب يلعب الفاست بريك. روني بآخر الهجمة. سامي مورو بقرر التسديد من بعيد والتسديد البعيدة ناجحة. 3 ثلاثيات لنادي المتحد طرابلس وهالمرة أتى دور سامي مورو. عم نلاحظ دفاع المنطقة اللي عم يلعبه المدرب جوم جاعز أمام هجوم نادي التضامن. كوري ويليامز ما بينجح بالمحاولة. سامي مورو على الريباوند. سامي مورو بمرر للعكاري. العكاري بيخترق بفضيله كمان مورو. هل رح تكون الثانيه لسامي مورو؟ ما بينجح بالمحاوله. الدندش موجود بشكل دائم وين ما كان. التمريره توصل لنديم السعيد اللاعب السريع واللاعب الممتاز بالفاست بريك. وجارد فيموس محاولته من المسافه المتوسطه كمان بدوره ما بتنجح. صراع على الريبط بيحصلوا لسعيد اللي بيخترق السله وبايده الشمال بيحصل على الخطا. خطا لصالح نديم. رح يكون عنده 2 فريسرو نديم. لاعب شانفيل السابق. المحاولة الأولى بضيع نديم. 8 نقاط رصيده. بسجل الثاني وحدة من 2. 9 نقاط مثله مثل الفهد. والتقدم ما زال لصالح النادي الشمالي بفارق نقطتين قبل الدقيقة واحدة من نهاية الكوارتر الأول. الفهد روني بمر لمروان زياد. المسافة اللي بحبها لزيادة هالمرة ما بينجح فيها. العموري على الريباوند. جارد فيموس تسديدة بالمسافة المتوسطة بسجل بهدوء تام. جارد فيموس عم يتمكن من التسجيل. هيدي نقطة الثامنة لجارد فيموس. وتقدم نقطة لصالح التضامن. العكاري كمان بدوره ما بيتمكن من التسجيل. الثواني الأخيرة لنهاية الكوارتر الأول. التضامن بمرد لكوري. جارد فيموس لبشير العموري مقطوعة من دفاع المتحد. فاست بريك مع روني فهد لسامي مورو. وسامي مورو بيسقط بفخ التورن اوفر امام دفاع زكي زكي من كوري ويليامز. كوري ويليامز يلي لاحظوا بالاعاده كيف قدر يعطل سامي مورو بشكل تام. 9 ثواني متبقيه لنادي التضامن ليزيد غلطه من النقاط ويزيد تقدمه لاكثر من نقطه. 23-22. كوري كوري ويليامز بيخترق وبيسجل. كوري ويليامز أولى نقاطه بالمباراة اختار تكون على البزر مع نهاية الكوارتر الأول. إذا والنتيجة نشوف إذا السلة احتسبت بانتظار قرار الحكم. إذا النتيجة 22-25. السلة إذا احتسبت.
أجواء بالفعل حلوة جدا بالقاعة الرياضية المينا. أول شيء الجمهور، يعني جمهور الشمالي دايما متعطش ليكون عنده قاعة كبيرة يقدر يواكب فيها فرقه بالمدينة، يكون موجود بشكل كبير مثل ما اليوم موجود. يعني إذا مباراة حبية وهيك، كيف بكرة إذا المتحد اختار هالملعب يكون ملعبه، كيف ممكن يكونوا مبارياته لنادي المتحد بهالقاعة؟ أكيد بده يكون فول هاوس. يعني عم نشوف المدرجات هون كلها، يعني الجمهور قاعد على الكراسي، يعني إذا بده يستعملوا كمان الدراج بيقدر الملعب يكون مليان بشكل كتير كبير. إذا الكوارتر الأول انتهى بتقدم نادي التضامن بفرق 3 نقاط 25-22. لنشوف إذا المدرب جوم جاعص رح يستعين بلاعبه السوري عبد الوهاب حموي. لهلا عم نشوف الحموي ما زال على ما قاعد الاحتياط وما رح يستعين فيه الظاهر بانطلاقه الكوارتر الثاني. المدرب اللبناني جوم جاعص اللي ما زال عم بيكمل. انطلاق الكوارتر الثاني، مقطوع كمان من دفاع نادي التضامن اللي عم يكون عنده حضور قوي بالفعل بهالمباراه. وهالمره عماد سعادي عم يدخل على ارض الملعب كصانع العاب النادي الزوقي. تحت السله، خطا لصالح العموري. وصول معالي وزير الشباب والرياضه فيصل كرامي على ارض الملعب. اذا وصول وزير الشباب والرياضه بهالوقت ليتابع المباراه. هالافتتاح عم يكون طبعا برعايته. المحاوله الاولى بسجل المحاولتين بشير العموري. عم نشوف اذا وزير الشباب والرياضه بعد ما شفناه على السكرين. كمان مقطوعة من دفاع نادي التضامن يلي بهالوقت عم يجرب يعمل بريك. فرق صار 5 نقاط. كوري ويليامز برر للسعادي. عم نشوف هون وزير الشباب والرياضة ريباوند لجارد فيموس، وفيموس بسجل نقطته العاشرة وإلى جانبه أحد المرشحين لانتخابات كرة السلة اللبنانية يوم السبت المقبل أستاذ بيير كاخيا. أكيد في 55 مرشح، والظاهر الأجواء يعني يلي عم تبين بعد ما في شيء أكيد، بس الأجواء اللي مبينة إنه ممكن انتخابات كرة السلة اللبنانية تروح لمعركة. يعني كده بنتأمل يكون في توافق، وبعدنا بنتأمل يكون في توافق، لكن الأجواء يلي عم نقدر عم نسمعها لهلا إنه الظاهر رح يكون في معركة يوم السبت المقبل. عبد الوهاب حموي على أرض الملعب. المدرب جوم جاعص بيستعين بعملاقه السوري عبد الوهاب حموي، مترين و17 سنتيمتر، رح يكون اطول لاعب طبعا على ارض الملعب. روني فهد بسدد عن الارك، بسجل الفهد نقطه ال 12، اول لاعب بيعمل دبل فيجرز بالنقاط عم يكون اللاعب روني فهد. بنزل فرق سريع على ست نقاط. بشير عموري بيخترق السله، ما بينجح بالمحاوله. الحموي بيقطع الكره، مقطوعه من كوري ويليامز كمان من الناحيه الثانيه ببررها. لا 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 لا، اي لاف ذيس جيم. حلوه كثير يا كوري ويليامز ويا جارد فيموس، بالفعل ثنائي رائع جدا. تمريره ممتازه لكوري ويليامز، وجارد فيموس بسجل نقطه ال 12، ثاني دبل فيجرز بالنقاط. المباراه بلش تصير حاميه، بلش تصير اكثر حماسيه، والجمهور بلش ينفعل اكثر واكثر بارض الملعب. جارد فيموس بيسيطر كمان على الريباوند. كوري ويليامز
بمرر لسعيد، سعيد بسدد على الارك، المحاولة الثلاثية ليش 12 نقطة لنديم سعيد، كمان بتمريرة حاسمة من كوري ويليامز اللي صار عامل 5 تمريرات حاسمة لهلا، 3 لاعبين مسجلين 12 نقطة، الفهد لسعيد واللاعب جارد فيمس. سامي مورو تقدم 9 نقاط لصالح نادي التضامن. مورو بسدد على الارك ما بينجح بالمحاوله، ريباوند لعماد السعاده. كوري يلي بدا يتحرك بشكل اكثر بكثير بالكوارتر الثاني، ريباوند لعبد الله الحموي، عبد الوهاب حموي عفوا. الفهد بمر لمورو، سامي مورو بيخترق الباس، لا 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 ما معقول، I love this game. سامي مورو جريء جدا جدا هاللاعب، لقصه لقصه بالاعاده شو عامل على البيس لاين، باي طريقه طلع سجل على جارد فيموس وقال له انا موجود. 8 نقاط لسامي مورو، وجارد فيموس اللي رد عليه بطريقه هاديه لكن فعاله، 14 نقطه لفيموس. سامي مورو بلش التحدي يزيد اكثر واكثر بين اللاعبين، وسامي مورو وين كانت يا مورو بالكوارتر الاول، 10 نقاط لمورو، كمان دبل فيجرز بالنقاط، الفرق بيتقلص لسبعه 36 29. كوري بمرر للعموري، العموري تسديدته الثلاثيه بسجلها، بسجلها العموري، اولى نقاطه لبشير بالمباراه. عدد كبير من التمريرات الحاسمة لكوري ويليامز بيساهموا يعملوا الفارق 10 لهلا. روني فهد، الفهد تبقى البوزيشن لصالح نادي المتحد اللي عنده 5 ثواني بالهجمة. الهمدر على أرض الملعب، تبديلات محكمة من المدرب مروان خليل، عم يجرب يعمل يلعب بروتيشن كبيره يخلي لاعبيه فريش، خاصه اللي عم بيكون عندهم مهمات دفاعيه، منهم الدفاع والضغط على روني فهد، ان كان بحسن دندش او بعماد سعاده، وهلا رح يريح العموري ويدفع بمحمد همدر. اون فا سيمي اون فا دانسي، ان شاء الله دائما تكون ايامنا حب. هيدا اللي عم بطلبه لا اكثر ولا اقل، يعني الاجواء اليوم اللي عم نشوفها بطرابلس بتاكد لنا بالفعل قد ايه هالمدينه بحاجه للرياضه والسلام والرأس والحب. الفريقين من رجيل على ارض الملعب، 5 ثواني متبقي لهجمة نادي المتحد. ميلو ابو جودي اوت اوف باوند، ابو جودي بده ينبش على حدا يمرر له، بمررها والتمريره بتوصل لكمان ميلو ابو جودي. مين بينسى ميلو، اللاعب يلي طلع بالاول ستار الموسم الماضي، افضل 3 بوينتر من اول اتان. ميلو تسديدة من جارد فيمس برد عليه بالفعل لاعب، يعني صار مسجل 16 نقطة، بس عن جد يعني ما فينا نتذكر انه مسجل صار 8 سلات. لاعب بهدوء تام بسجل نقاطه. طنقي عثماني اللي دخل على أرض الملعب هو اللي مرر التمريرة لميلو، والثابت شار ثابت بسجل أولى نقاطه بالمباراة بعد ريباوند هجومي. كوري ويليامز ما بينجح بالمحاولة،
صراع على الريباوند، بيحسموا مين؟ بيحسموا كوري ويليامز وبيساعدوا نديم السعيد. سبع نقاط التقدم لصالح نادي التضامن، بس البوجي على مائدة التبديل. أيمن سعدي للسعيد، فيموس هالمرة عن الارك، جارد فيموس 19 نقطة. عم نشوف هون وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي يلي في أحاديث كثير عم تكون وراي على المنصة الرسمية، ما بعرف إذا حديث انتخابي أو لا. على كل حال هلا نتابع سلة جارد فيموس. أي لاف ذيس جيم، يعني هاللاعب صار برصيده 21 نقطة ومش أقل من سبع تمريرات حاسمة لكوري ويليامز. 46-34 تقدم 12 لصالح التضامن. تونجي عثمان، تونجي حموي ما بينجح بالمحاولة، ريموند السعادة. 3 دقائق و40 ثانية متبقية لنهاية الكورتر الثاني، ونديم سعيد 14 نقطة لنديم سعيد. بالفعل التضامن عم يلعبوا باسكت بول حديث جدا، جود ديفنس، فاست بريك عم تشوفوا بالإعادة، شفتوا كم فاست بريك صاروا اخدين لأنه دفاعهم عم يكون كتير مركز، كل وريتهم عم ينتقلوا فيها بشكل ممتاز. صانع ألعاب، لاعبين سريعين عم يركضوا كتير منيح بالفاست بريك. سامي بورو بحاول يكسر الرن، بسجل عن الارك بتمريرة حاسمة من ميلو أبو جودة. كوري ويليامز بمرر كمان فيموس عن الارك، هالمرة ما بينجح. والبوزيشن لمين رح تكون؟ لنشوف قرار الحكم لصالح نادي التضامن. استاذ نديم حكيم، استاذ جاسم انصر، رؤساء نادي هوبس والحكمه. ما بعرف اذا هذا الاتصال انتخابي او لا. كمان نديم سعيد بسدد عن الارك، المحاوله ما بتنجح، ريباوند للهمدر. كوري ويليامز بجرب يعمل ريسيت تبع البوزيشن مع 16 ثانيه لصالح نادي التضامن. عماد سعدي، كوري بيطلب السكرين من جارد فيموس. كوري ويليامز بيخترق وبيرتكب التورن اوفر. عشر نقطة التقدم لصالح نادي التضامن قبل دقيقتين ونص من نهاية الكوارتر الثاني. تونجي عثمان بسدد على الارك ما بينجح، ريباوند لصالح كمان فيموس، وخطأ لصالح كوري ويليامز. ما عم يقدروا الدفاع المتحد، ما عم يقدر يهدي سرعة تحرك فريق التضامن بأرض الملعب بالفاست بريك. دايما كل وريتهم عم يقدروا ينطلقوا فيها بشكل كثير مميز، بشكل سريع، والأهم أنه بشكل فعال. جون عاصي على أرض الملعب، لاعب ناشئ وصاعد وكمان مستقبل كبير بانتظاره. عماد بمرر للهمدر من المسافة المتوسطة، بسجل أربع نقاط لصالح نقطتين إذن لصالح محمد همدر. 13 نقطة الفارق، دقيقتين متبقية لنهاية الكورتر الثاني. بس الباوجي بيخترق السلة، بيتعرض للبلوك شوت كمان من جارد فيموس، ريباوند كان للعاصي. وكوري ويليامز بحطوا له الطابة بالاوت، تك البوزيشن بتبقى لصالح نادي التضامن يلي عم يعمل ارباك كبير للدفاع المتحد بالفاست بريك. ريباوند لصالح باسل، دقيقة ونص متبقية للكوارتر الثاني. سامي مورو، مورو بسدد على الارك، المحاولة الثلاثية ما بتنجح، جارد فيموس، ريباوند دفاعي جديد. كوري ويليامز بيخترق، خطأ لصالح كوري ويليامز والسلة محتسبة كمان. أربع نقاط لكوري ويليامز وممكن يعمل رصيده خمسة بحال سجل رمية الحرة الإضافية. الرمية الحرة الإضافية بسجلها خمس نقاط.
بس الباوجي بدوره ما يتبكى من تسجيل سامي مورو اند 1 لمورو. 15 نقطة أصبح رصيده لسامي مورو. الرمية الحرة الإضافية بسجلها سامي مورو. بدي أذكر إنه رح يكون بمقابلة مع وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي مع نهاية الكوارتر الثاني، يعني قبل ما ننتقل للبريك رح يكون بمقابلة مع معالي وزير الشباب والرياضة. بس الموجة كان التقط الريباوند. سامي مورو بده يحاول يقلص الفارق 13 لصالح نادي التضامن. الزوق مقطوع من كوري ويليامز، بمرر لعماد صادي، عماد بمرر للهامدر. ممتازين ممتازين لاعبي تضامن الزوق، ودائما الميزه الاساسيه الدفاع والفاست بريك. يعني شفناهم على السيت اوفنس، لكن شفناهم كثير على الفاست بريك والاعاده. اكبر برهان ميلو ابو جوده. اخر ثواني للكوارتر الثاني، 20 ثانية تقريبا متبقي، تقدم 15 كمان مقطوعة من دفاع التضامن. تمريرة طويلة بتوصل لجون عاصي يلي بروح على السلة وبسجل العاصي أول سلة لجون بالمباراة، والفارق 17 نقطة. اخر ثواني للكوارتر الثاني، 3 ثواني متبقي. كوري ويليامز كمان بيقطع الكرة. مميزين جدا لاعبي التضامن، والكوارتر الثاني بينتهي بتقدم واضح لصالح التضامن الزوق بنتيجة 40-57، فارق 17 نقطة. 17 نقطة الفارق، ورح نكون بمقابلة مع وزير الشباب والرياضة الأستاذ فيصل كرامي لناخذ رأيه بالقاعة الرياضية. أكيد عم نشوفه أمامنا عم يوصل لعنا. معالي وزير الشباب والرياضة صار موجود. معالي وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، أول شيء بدي لك مبروك، مبروك لطرابلس القاعة الحلوة. شو بتعني لك أول شيء افتتاح القاعة رسميا ووجود هالجمهور الكبير اللي عم يتابع الجيم اليوم؟ أولا بدنا نرحب فيك وبالال بي سي بطرابلس بمناسبة منا حزينة، مناسبة سعيدة. وأخيرا نحن دائما مع المناسبات السعيدة، إن شاء الله على طول تخلقوا لنا إياها. يعني دائما وشكم خير ودائما بتبشرونا بالخير، ولكن يعني ولا شك الكل بيعرف انه طرابلس مرقت بازمات وما زالت تمر بازمات كبيره جدا. اليوم مناسبه سعيده انه بعد انتظار 40 عام صحيح نستطيع ضمن امكانيات وزاره الشباب والرياضه الضئيله انه نعمل انجاز كبير لاهل طرابلس ونفرحهم بافتتاح قاعة رياضية بمواصفات عالمية. بالفعل طرابلس بتستاهل، بتستاهل أكثر من هيك بكثير. اليوم أنا فيني أقول منه افتتاح عادي، هي رسالة، رسالة منا ومن أهل طرابلس إنه طرابلس تستاهل الأحسن والأفضل، طرابلس تستاهل إنها تعيش بسلام، طرابلس تستاهل إنه الدولة تجي عليها وانه تحقق فيها انجازات ومشاريع. هيدي رسالتنا، والله يقدرنا ان نعمل مشاريع عديده لمدينه طرابلس، لانه بالفعل هالمدينه عانت الكثير. اكيد لا شك معالي الوزير. بدي اسالك عن الرياضه الشعبيه الاولى بلبنان اللي هي كره السله اللبنانيه، يلي عم تخوض اذا فينا نقول وقت صعب جدا، والسبت في انتخابات للاتحاد اللبناني لكره السله. وين وزير الشباب الرياضة بالانتخابات وشو رأيه بالانتخابات، خاصة إذا التوافق ما نجح ورحنا لمعركة يوم السبت؟ يعني بغض النظر عن النتائج يوم السبت، أولا كثير منيح أن وصلنا لهون، لأنه أنا كنت بقطر وفي كان وساطات مع الاتحاد الدولي لكرة السلة وبلغونا أنه هن مجرد ما تصير الانتخابات في لبنان حيبلشوا ينظروا برفع العقوبات بشكل جدي عن لبنان حتى يرجع يلعب دوليا. فنحن ناطرين على أحر من الجمر الانتخابات يوم السبت. أنا الحقيقة على مسافة واحدة من الجميع، و
هل رح تسعى للطوافه؟ اسعى بكل جهدي للطوافه، واليوم وبكره معنا ليوم الجمعه المساء. هلا اذا ما صار طوافه منا اخر الدنيا، يعني هيدي لعبه ديمقراطيه وهيدي روح رياضيه. نحن مين ما كان الفائز هنتعامل معه، هندعمه حتى يعيد هيدي اللعبه الى وهجه. لسببين، السبب الاول انه هي اللعبه الشعبيه الاولى وفشت خلق كثير من الناس. صحيح، يعني مثل ما عم تشوف اليوم مين بيصدق انه هيدا مشهد بطرابلس؟ مزبوط، الناس سعيده، الناس عم تغني، الناس عم تهتف، الناس ناسيه السياسه والمشاكل، جايه تحضر رياضه. هيدا شيء جيد وهيدا اساس الرياضه وهيدي اهميه وزاره الشباب والرياضه. الامر الاخر انه الانديه صارت متكلفه مال كثير، يعني المصاري اللي مدفوعه على لعبه كره السله ما بعتقد في سنه من السنوات ولا في اتحاد ولا انديه في اي اتحاد ثاني بتدفع هالقد مصاري على لعبه. لذلك علينا نحن ان نحمي هالمستثمرين، لانه اخر شيء هيدا مستثمر لازم نحميه ولازم نشجعه ولازم نسعى ان نطور اللعبه ببناء مزيد من القاعات بهالشكل، ولكن ايضا بوضع سياسي حقيقي ان تحمي هيدي اللعبه. بدي اشكرك اكيد معالي وزير الشباب والرياضه، ضلكم بهالهمه ويكون في قاعات بكل لبنان كمان اكثر واكثر. بالفعل طرابلس بتستاهل، وطرابلس عندها قاعه فينا نقول اليوم كثير حلوه، وعلى امل المتحد يلعب كمان بهالقاعه لانه صار الجمهور الشمالي وطرابلسي خاصه متعطش. ان شاء الله ان شاء الله بنامل انه هيدي القاعه يكون وشها خير على البلد ولمزيد من المشاريع ان شاء الله. بدي اشكرك اكيد. اذا اعزائي المشاهدين بريك سريع وبنرجع بنتابع المباراه الوديه الافتتاحيه، وراح اكون كمان بمقابله مع رئيس النادي المتحد احمد الصفدي.
لك جورج. جورج ايه ليك بس عم بعمل مقابله، ما عم بسمع صوت ما عم بسمع في محل قطش الشيك هيك وطلع الصوت قوي وراح. في شيء هي قبل كابلات لكن ايه في محل واحد طلع وراح. واحد واحد لا ما انا عم بحكي ما عم بسمع. واحد 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 شوي صغيرة في دينة ايه دينة لا. قد ايه بعد عندي وقت؟ شو الوضع؟ جورج تحكيني؟ اه قد ايه بعد؟ ايه قد ايه عندي وقت؟ لا بده يغير الكاسك. قد ايه بعد عندي وقت؟ بعد ما قطعوا هتمان دقايق في دقيقتين ونص في وقت. يلا عم اغير لك جرب معه جرب معه احكوا معي يا شباب. ايه حسب الوقت. اوكي مش الحال صار الصوت احسن بكثير بدينتي. بدي روي صفدي احمد يلا دقيقة وشوي بطلع على الهواء. بعد هلا يلا على الطريق. شباب مش هلا الجيم، عندي مقابلة بعدها، خليه يرجعوا.
قلت له أنا خمسة دقائق للحكم بعد في وقت في وقت. قدي بعد عندي قدي عندي بعد وقت. أوكي نص دقيقة. طلعنا على سكرين وفوت. هاي بعرف بعرف. لا بس انت حلو تبين. إذا من جديد مجا نحن وياكم أعزائي المشاهدين للقاء التضامن ونادي المتحد بافتتاح القاعة الرياضية المينا، ومثل ما وعدتكم أستاذ أحمد الصفدي نادي رئيس نادي المتحد طرابلس موجود إلى جانبي. أستاذ أحمد أول شيء بعرف يعني قد إيه طرابلس بتعني لك، قاعة رياضية بهالجمال بمدينة طرابلس بهالوضع بالذات تقريبا الملعب مليان، شو الفيلينج؟ يعني هذا هو التحدي الأساسي، نحن دائما بنراهن إنه شعب طرابلس ومجتمعه كلياته شعب مسالم بحب الحياة بده رياضة وسلام. طبعاً 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 هيدي هي سماته من زمان وجاي وهي تاريخنا وعاداتنا، واليوم فعلاً يوم فرح ومبروك لكل طرابلسي وطرابلسية بهالإنجاز الرائع، وبنشكر الوزير فيصل كرامي كمان على إتمامه هالقاعة المميزة يلي هي فعلاً خدمة كتير كبيرة لأهلنا بطرابلس وبالشمال ككل. كذلك الأمر اليوم ما بس الاهتمام بالطرابلسية، كمان بدنا نشكركم أنتم الـ LBC لاهتمامكم ونقلكم من طرابلس بظل هالظروف. فعلاً هذا بدل قديش أنتم كـ LBC وكإعلام مهتمين أكثر وأكثر أنكم تورجوا الوجه الآخر لهالمدينة الجميلة. وإن شاء الله اليوم نحن من خلال افتتاح هالقاعة يكون وجهها خير على المدينة ويعم السلام والفرح، وخاصة نحن على أبواب الأعياد والميلاد عيد التسامح والمحبة، ينعاد عليكم وعلى الجميع بالخير. شكرا أكيد. بس السؤالين سريعين، هل المتحد رح يعتمد القاعة كملعب أساسي له بالدوري اللبناني؟ بالمبدأ أكيد، لأنه قاعة فعلا مميزة ونحن جماهيرنا عم تكبر أكثر وأكثر، القاعة القديمة ما عادت تساعدنا، ولكن إن شاء الله بدنا ناخذ قرار من هلا لآخر السنة وإن شاء الله بتكون الموسم، بس نتأمل إنه ينطلق هالموسم بقى. يعني هلا في انتخابات، عندكم انتخابات يوم السبت المقبل، كيف وضع الانتخابات؟ شو الأجواء؟ عم يسمع كثير إنه ممكن رايحين لمعركة انتخابية، هل هالشيء صحيح؟ يعني نحن نتأمل إنه نحط إيدينا بإيدين بعض كلياتنا ونكون فعلا بهالمرحلة بالذات كنا متعاونين ويد واحدة لإنقاذ هاللعبة، وبتستاهل هاللعبة إنه نضحي كلياتنا سوا والاتيان باتحاد الكل يكون مشارك فيه من اجل عمليه انقاذيه. ولكن اذا لا سمح الله ما سمحت الظروف رحنا لمعركه انتخابيه، خليها تكون ديمقراطيه والافضل يوصل. اهم شيء انه اللعبه تكون ترجع تاخذ مجدها، لانه لعبه وطنيه بامتياز وصلتنا للعالميه. بدي اشكرك اكيد، كل التوفيق لكم واهلا وسهلا وجباتنا وجباتنا. ثانك يو. اذا استاذ احمد الصفدي رئيس نادي المتحد، بسرعه بنروح لانطلاق الكوارتر الثاني. اذا بهالوقت رح ينطلق الربع الثالث، البوزيشن الاولي لصالح نادي التضامن والزوق، دفاع منطقه من المدرب جومجاعس مدرب نادي المتحد، شارل ثابت، بس الموجي، سامي مورو، روني فهد ومحمد العكيري، والريباوند الاول بهالكوارتر لصالح سامي مورو، بوجوههم كوري ويليامز، بشير العموري، جارد فيمس، حسن دندش ونديم سعيد. التشكيله الاساسيه اللي بدات المباراه. بس الباوجي بيخترب، يعطي التابت، شارل ثابت ما بينجح بالمحاوله الاولى، ريباوند هجومي كمان ما بينجح بالثانيه، سامي مورو بيحصل على الفاول. بالفعل ما زال دفاع فريق التضامن دفاع يعني عم يصعب مهمات المتحد بشكل كثير كبير، وبدي دائما اذكر بين هلالين انه حسن وايت سايد اللاعب العملاق ما قدر يشارك اليوم بالمباراه وما راح يشارك بسبب اصابه تعرض لها من حوالي الاسبوع او 10 ايام، فضل المدرب جومجاعس انه ما يشارك، واللاعب السوري استعان فيه لوقت قليل جدا لهلا بالجيم.
يعني اغلبيه الاوقات عم يلعبوا باجنبي واحد لاعبين نادي الشمالي. بسجل مورو الرميتين. تسديد التدريب سعيد الثلاثي كمان ما بتنجح. ريباوند هجومي لصالح فريق التضامن. تمريرة بتوصل لدندش. حسن دندش بفضيلة كوري ويليامز. وفي 3 سكندز كانت ذكية تمريرة كوري ويليامز. المدرب مروان خليل عم يعترض عن طاولة الحكام ومساعده جو منصور كابتن فريق تضامن السابق يلي كمان واحد من نجوم النادي الزوقي. تبريرا هاي لاف ذيس جيم. روني فهد شار ثابت حلو كثير تمريرة الفهد والثابت بسجل نقطته الرابعة بالمباراة مستفيدة من تمريرة حاسم الفريق بيتقلص ل 13 نقطة لنشوف إذا النادي المتحد طرابلس رح يتمكن يعمل كامباك بالجيم. تديم سعيد جول تندق لصالح لسعيد 16 نقطة لسعيد بالإعادة. عم نشوف تمريرة الفهد كيف سحب ثلاث لاعبين لعنده وفضيه بشكل كامل للثابت. روني فهد الفهد كمان محاولات يعني غير ستايل لعبه كليا بالكوارتر الثالث. روني عم يجرب دائما يعتمد على الاختراقات يسحب لاعبين ويحاول يوصل له طابات لشان ثابت يلي عم نشوفه انه بالربع الثالث عم يتحرك معه. يعني ما بيكفي اللاعب الجارد او السلاشر يلي بيخترق تحت السله اذا ما زميله ما كان موجود معه اتحرك معه بشكل مناسب ومتناسق ما بيكون عامل شيء اللاعب يلي عم يحاول يخترق. لهلا عم نشوف شار عم يتحرك بشكل جيد جدا مع الفهد. كمان روني فهد بمر للبوجي، البوجي للعكير، العكير بيعمل فانت بسدد عن الارك. المحاوله الثلاثيه ما بتنجح وجارد فيمس بكمل سيطرته الكبيره على الريباوند. كوري ويليامز بمر لنديم. بشير العموري تحت السله ما بينجح بالمحاوله. سامي مورو على الريباوند. الريباوند رقم 5 لسامي مورو. مورو كمان ما بينجح بالمحاولة. هجوم الريباوند لصالح شارد ثابت وروني فهد وبيضرب من بعيد نقطه ال 15. يعني سجل أغلبية نقاطه بالدقايق الخمسة الأولى روني فهد وبهالوقت عم يتمكن من طريس الفارق ل 12 نقطة بوقت بشير العموري عم يرتكب تورن أوفر بعد مجهود دفاعي كبير من شارد ثابت. لاعبين سبق ولعبوا مع بعض من موسمين بفريق واحد نادي أنيبال زحلي وتألقوا مع بعض بشكل كبير إن كان بالدوري اللبناني وصولهم للنهائي أو إن كان حصولهم على لقب كأس لبنان لكرة السلة. العكيري ما بينجح بالمحاولة. ريباوند عباد السعادي فاست بريك مع نادي التضامن الزوم برد لكوري ويليامز للسعيد وويليامز بيحصل على الفاول. ما عم يقدروا أبدا ما عم يقدر أبدا الترانزيشن ديفانس بفريق المتحد يجاري سرعة التحرك الفاست بريك عند نادي التضامن. الفاست بريك كثير منظمه عم تكون من النادي الكسرواني. كوري بسجل المحاوله الاولى بنجاح نقطه السادسه. يعني الزوق كمان قريبا رح يكون لها ملعب كره سله يمكن من الاكبر بلبنان. مش يمكن الاكيد الاكبر بلبنان كمان. يعني عندما ينتقل نادي التضامن ليلعب بملعبه الجديد والجمهور الكسرواني اللي بعرفه كثير منيح جمهور رح يكون كمان جمهور كبير جدا. ما بدنا ننسى نادي هومنتمن الصاعد للدور الاضواء كمان. هومنتمن يعد من اقوى الفرق على ارضها. 23 نقطه لجارد فيمس واسيست جيده لكوري ويليامز. 8 تمريرات حاسمة لكوري. العكيري بسدد المسافة المتوسطة وبسجل نقطة الخامسة بتمريرة حاسمة من فهد.
كوري ويليامز من المسافة المتوسطة ما بينجح بالمحاولة. جارد فيمس تحت السلة، خطأ لصالح جارد فيمس. لاعب الدبل دبل لهلا بالنقاط وبالريباوند. اثنين فري ثرو لفيمس، المحاولة الأولى بسجلها 24 نقطة، أفضل مسجل بالمباراة وأفضل ريباوندر كمان. مسيطر على النقاط والريباوند، وأكيد يعني ما بدنا ننسى إنه إذا كان موجود حسن وايت سايد مش عم أقول ما في يتألق بهالشكل جارد فيمس، لكن أكيد البرفورمانس ما بتكون هي نفسها بوجود لاعب عملاق مثل حسن وايت سايد. روني فهد، روني معه ضغط دفاعي من عماد سعادة. عماد سعادة ما زال عم يضغط على الفهد، خمس ثواني متبقية. روني فهد بزاكا بزاكا بسجل نقطة 17، إصرار كبير للفهد بنزل الفرق من جديد ل 14 نقطة. فيمس ما بينجح بالمحاولة، سامي مورو على الريباوند، فاست بريك يعني هون حاول على جيسون ويليامز يمرر سامي مورو، ما نجح بالمحاولة والعموري بسجل نقطته الخامسة وتمريرة حاسمة جديدة لملك التمرير بهالمباراة كوري ويليامز. تسع تمريرات حاسمة إذا مش أكثر لكوري ويليامز. تبقى البوزيشن لصالح المتحد. جون عاصي على أرض الملعب بدلا من نديم سعيد. اوت اوف باوند مع العكيري. عم نشوف مغادرة وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، عم يغادر بهالوقت قاعة القاعة الرياضية بالمينا. باسل باوجي بايده الشمال ما بينجح بالمحاولة الثابتة بالطاقة الريباوند، كمان ما بينجح بالمحاولة. باسل باوجي تحت السلة بيعمل فانت اثنين وبيسجل الباوجي نقطة السادسة. إذا عم نشوف وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي اللي عم يغادر القاعة الرياضية بهالأثناء. الملعب ممتلئ على الآخر من الجمهور، يعني اللافت بهالقاعة إنه موجودة بمنطقة منطقة المينا، منطقة شعبية موجود فيها عدد كبير جدا من البنايات، وهذا الشيء بسهل مهمة التحرك. الجمهور يعني بيقدروا ينزل دغري يكون كتير قريب للقاعة، جماهير المنطقة يلي بتحيط أكيد القاعة. يعني اليوم رح نحاول نتشارك نحن وياكم أعزائي المشاهدين بالبلاير أوف ذا جيم، رح أنتم تختاروا البلاير أوف ذا جيم على ويب سايت ال بي سي www.lbci.com/sports. مثل ما معودين بتفوتوا بتصوتوا للاعب الأفضل بنظركم، بعد وقت قليل رح نبدأ التصويت لنقدر هيك نعمل انتر اكشن نحن وياكم كمان باختيار اللاعب الافضل بنظركم. والعموري كمان عم بيسجل، وعشر تمريرات حاسمه لكوري ويليامز، ثمان نقاط لبشير العموري، والسيطره عم بتزيد اكثر واكثر لنادي التضامن الزوق. 18 نقطه الفارق 72-54. كمان محاوله باسل باوجي كمان باصرار تحت السله بيطلعها للعكاري اللي بيسدد على الارك، ما بينجح بالمحاولة. العكاري العموري بيعمل كنترول على الريباوند. عماد السعادة بمرر لكوري، كوري ويليامز بفضي لبشير العموري. لا 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 يا عموري، 10 نقاط لبشير العموري و11 تمريرة حاسمة لصالح كوري ويليامز، والتضامن عم يضرب بقوة. أربعة وسبعين أربعة وخمسين. سامي مورو بسدد وبسجل سامي مورو نقطة 20. مقطوعة من روني فهد بمررها بسرعة على الباوجي، الباوجي تحت السلة ما بيحصل على السلة لكن بيحصل على الفاول، خطأ لصالح باسل.
يعني فريق تضامن الذوق اليوم عم بأكد انه رح يكون عنده فريق لا يستهان فيه ابدا ابدا ببطولة لبنان لكرة السلة. وانا بأكد لكم هالفريق على ارضه رح يكون بعد اقوى بكتير، لانه بعرف كتير منيح جمهور التضامن قد ايه جمهور بيعشق كرة السلة وبيتابع فريقه بشغف كتير كبير، واكيد رح يكون اللاعب رقم 6 باسل بسجل واحدة من 2 8 نقاط للبوجي، ونادي المتحد كمان يعني بوجود حسن وايت سايد. عم تشوف هون استاذ رزق الله خليل رئيس نادي التضامن، يعني كمان ما بدنا ننسى انه وايت سايد بوجوده كمان فريق المتحد بيفرق بشكل كتير كبير، بيعطيه غير لوك كليا خاصه من الناحيه الدفاعيه، لانه لاعب بيمتاز كتير بالبلوك شوت وبصعب المهمه على اي لاعب تحت السله. جاد بيطار بينجح بالمحاولة البيطار، ودائما بتمريرة حاسمة من كوري ويليامز، أول سلة للبيطار بالمباراة، 12 تمريرة حاسمة لصالح كوري. طنقيع عثمان اللي دخل على أرض الملعب، كمان لاعب صاعد بصفوف نادي المتحد طرابلس، تورن أوفر على المتحد. الفارق 19 نقطة. ميلو ابو جودي بيرجع على ارض الملعب، كوري ويليامز بيخترق كوري، تبقى البوزيشن لصالح نادي التضامن. نديم السعيد للعموري، التصويت اذا مشاهدينا بدا على ويب سايت ال بي سي، برجع بسكر www.lbci.com/sports. بدا التصويت لاختيار اللاعب الافضل بنظركم بهالمباراه، يعني من نادي التضامن نديم سعيد، كوري ويليامز جارد فيموس، ومن نادي المتحد روني فهد، سامي مورو، وباسل باوجي. هول اللاعبين الستة يلي فينا نقول نوميني رح يكونوا بهالمباراة. كوري بضيع المحاولة الأولى، بيبقى رصيده على 7، بسجل الثاني 8 نقاط بصير رصيده. طنقي عثمان، خطأ لصالح طنقي، داني فريسرو لطنقي عثمان، المحاولة الأولى بضيعها. دقيقة ونص متبقي لنهاية الكوارتر الثالث، فارق 20 نقطة. كمان بضيع المحاولة الثانية، البيطار بيلتقط الريباوند وبيرتكب تورن اوفر من بعدها، لترجع البوزيشن من جديد لصالح صاحب الأرض نادي المتحد. بس الباوجي، الباوجي ما بينجح بالمحاولة، ريباوند العموري وبلاك شوت من سامي مورو، الريباوند كان لطانجي. باسل باوجي بيخترق، باسل باوجي وخطا لصالح شارل تيبت. بيحصل على الفاول شارل. الأولى بسجلها شارل، بصير رصيده 5 نقاط. تاني ما بينجح فيها، واحدة من اثنين، لكن طنقي عثمان بيعمل الأوفنسيف ريباوند، بيعطي فرصة جديدة لفريقه.
سامي مورو قال من دقيقة لنهاية الكوارتر الثالث. مورو من المسافة المتوسطة ما بينجح بالتسجيل. كوري ويليامز على الريباوند، لاعب ليدر بكل معنى الكلمة. كوري ويليامز لاعب بيقدر يعمل كنترول على فريقه، بيقدر يتحكم بريتم المباراة. يعني في كتير لاعبين مميزين، لكن مش في كتير لاعبين بيقدروا هن يتحكموا بريتم الجيم. كوري ويليامز بيمتاز بهالشيء. يعني بنشوف قد ايه قادر يسرع المباراة ساعة اللي بده، قد ايه قادر يلعب على السيت اوفنس كمان. بشير عموري بمر لجون عاصي من المسافة المتوسطة ما بينجح. جون عاصي، جاد بيطار بيتابع بريباوند هجومي وبيسجل أربع نقاط لجاد بيطار. سامي مورو بيرتكب التورن اوفر. 23 ثانية متبقية لنهاية الربع الثالث. كوري ويليامز خطأ لصالح كوري، واثنين فريسرو كمان. عم نشوف بنش نادي التضامن الزوق. ثمان نقاط و 12 تمريرة حاسمة، بضيع المحاولة الأولى. جارد فيمس صار له فترة ما لعب بالكوارتر الثالث، عم يريحه على المدرب مروان خليل. ميلو أبو جودة بمرر للباوجة والباوجة بسجل نقطة العشرة. والكوارتر الثالث عم ينتهي بتقدم نادي التضامن الزوق بفارق 19 نقطة 60-79. ما بعرف اذا المدرب جون جاس رح يستعين من جديد بلاعبه السوري عبد الوهاب حموي او رح يكمل باجنبي واحد المباراه، يعني استعان فيه بالمباراه لدقائق قليله جدا. بالتصويت على ويب سايت ال بي سي، برجع بذكر www.lbci.com/sports. التصويت لهلا عم بصب لصالح كوري ويليامز يلي عنده نسبة 43% بهالوقت. من تصويتكم انتو اعزائي المشاهدين يلي عم تشاركوا بتصويت البلاير اوف ذا جيم لهالمباراة يلي عم تفتتح القاعة الرياضية بالمينا، مباراة ودية مدينة طرابلس عم تستضيفها. الفرصة الأخيرة لنادي المتحد ليحاول يسكر الفارق. والتنافس بهالوقت على بلاير اوف ذا جيم عم يكون بين كوري ويليامز وروني فهد. 32% لكوري، 26% لروني فهد. بدأ التنافس إذا بين هاللاعبين بالبلاير اوف ذا جيم يلي عم يكون في التنافس على ويب سايت ال بي سي يلي برجع بذكركم بأدرسه www.lbci.com/sports. اكيد اللينك كمان فيكم تاخذوه على بيج ال بي سي اي سبورتس على الفيسبوك، وتتابعوا كل الاخبار الرياضيه وخاصه كره السله. خطا لصالح باسل باوجي.
الأولى بسجلها باسل، نقطة ال 11. وهيدي نقطة ال 12 لباسل. بنزل فرق ل 17 نقطة بعد 10 ثواني من انطلاق الكوارتر الأخير. محمد همدر عم تشوف هون زون بريس من المدرب جومجا، عشان عم يبلش زون بريس بأرض الملعب ليرجعوا لاعبي لدفاع المنطقة العادي. يمكن ما يكون دفاع منطقة عادي، نشوف إذا مات شاب زون أو لا. ظاهر لا زون عادي. كوري ويليامز بسدد المسافة المتوسطة، بسجل نقطة العشرة كوري ويليامز. شفتوا قد إيه هاللاعب عنده فعالية، قدر لقى الجاب بدفاع المنطقة، سدد سجل. باسل كمان بيعمل فانتي، بيخترق، بيعطي، أوه! لا 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 يا ثابت، شارت ثابت عم يسجل نقطة السابعة بهالوقت بالإعادة تمريرة باسل بوجي، وهيدي سلة شارت ثابت. صار برصيده سبع نقاط شارت ثابت. نديم سعيد 10 ثواني متبقية لهجمة نادي التضامن السوق. جون عاصي بسدد على الارك، العاصي جون عاصي. شفتوا ليه قلت عن هاللاعب انه عنده مستقبل كبير، لانه لاحظوا بالوقت الحساس عم يقدر بسقه كبيره يسدد عن الارك يسجل ويرجع يعمل الفارق 20 قبل ما يرد عليه باسل بوجي ويقلص من جديد ل 18. كمان مقطوعه من دفاع نادي المتحد، سامي مورو من المسافه المتوسطه بسجل سامي مورو. المتحد عم يلعب بتركيز كبير بالكوارتر الاخير. لنشوف كيف رح تكون رده فعل لاعبي التضامن، يعني رده الفعل الاولى اتت من ويليامز ومن جون عاصي كانت ناجحه. لنشوف اذا رح تكمل ايجابيه لصالح النادي الزوقي. تسديده قديمه سعيد 19 نقطه لنديم سعيد، 2 3 بوينتس. مروان خليل ومساعده جو منصور. كمان باسل تحت السلة، ثابت ما بينجح بالمحاولة لباسل بوجي، بيتابع وبيسجل 16 نقطة للبوجي. جارد فيمس عم يتحضر للعودة لأرض الملعب. المدرب مروان خليل بيدفع من جديد بلعبه الأمريكي المتميز والمتألق. لاعب بطول مترين وتسعة سنتيمتر، مواليد 1988، جارد فيموس. البوجي بسجل الاند 1، بصير رصيده 17. الفرق بينزل ل 16 نقطة. جمهور المتحد عم يجرب يشجع فريقه بهالوقت. كوري ويليامز بمرر لجون عاصي، العاصي المرة ما بينجح بالمحاولة. ميلو أبو جودة بيقطع الكرة، ميلو أبو جودة تحت الضغط الدفاعي بيسقط أمام دفاع جون عاصي. كمان كوري ويليامز يعني سدد العاصي ما نجح، لكن بسرعة رد البوزيشن لصالح فريقه. ومقطوعة كمان من دفاع نادي المتحد ببلوك شوت. ميلو أبو جودة بسدد على الأرك وبسجل الأبو جودة، ثاني ثلاثية ناجحة له بالجيم، ست نقاط لميلو أبو جودة. الفين نزل ل 13 نقطة بهالوقت. جارد فيمس بجرب يلعب على اللوبوس، بينجح بينجح فيمس، 27 نقطة لجارد. وبدأ نديم سعيد يدخل على الخط كمان بالتصويت على البلاير اوف ذا جيم، يعني كوري ويليامز بالمركز الأول، السعيد بالمركز الثاني، وروني فاد بالمركز الثالث. صراع البلاير اوف ذا جيم، حمي على ويب سايت ال بي سي بهالوقت. جارد فيمس بيقطع الكرة، نديم سعيد بمرر، وفي خطأ لصالح نديم سعيد. كمان باسل بوجي صار عنده دبل دبل بالنقاط وبالريباوند، يعني عنا ثلاثة دبل دبل، اثنين بالنقاط والريباوند، واحدة بالنقاط وبالاسيست. أكيد عرفتوا لمين، لكوري ويليامز. بينما جارد فيمس وباسل بوجي بالنقاط وبالريباوند. والبوجي عفوا بشير عموري من المسافة المتوسطة هالمرة، 12 نقطة لبشير. بيرجع بيريح فريقه وبيعطيه فارق 17 نقطة.
شارل ثابت بمر لطنقي عثمان. شارل عم ينجح بالمحاولة، العموري على الريباوند. أكيد فريق التضامن رح يركز بهالوقت على جارد فيمس تحت السلة، أطول لاعبي الفريقين بهالوقت. مقطوعة من دفاع المتحد مع باسل بوجي، ميلو أبو جودة، يعني ببيبلوس السابق. شارل ثابت ما بينجح بالمحاولة، وكوري ويليوس يقطع الكرة بروح على السلة لوحده بمررها لجارد فيمس. I love this game. استعراض من الثنائي الأمريكي كوري ويليوس ضد جارد فيمس، صار رصيده 29 نقطة لجارد فيمس و13 تمريرة حاسمة لكوري ويليامز. وبسرعة لاعبي التضامن بعيدوا الفارق ل 19 نقطة بعد ما حاولوا رجال المدرب جوب جاعص يقلصوا الفارق. نديم سعيد بهالوقت بالمركز الاول بالبلاير اوف ذا جيم 32%، 30% لكوري ويليامز، 25% لروني فهد. هيك التصويت عم بيكون بهالوقت على ويب سايت ال بي سي اللي برجع بذكركم فيه اذا حابين تصوتوا www.lbci.com/sports، او فيكم تفوتوا على بيج ال بي سي اي سبورتس على الفيسبوك وتاخذوا اللينك من هونيك. حسن دنداش اللي بيرجع على ارض الملعب، جارد فيمس بمر للعموري، ذكية تمريرتك يا عموري. دندش بيعترضوه ببلوك شوت، وميلو أبو جودة بينطلق بالفاست بريك. لكن لاحظوا الترانزيشن ديفنس عن فريق التضامن بالفعل، يعني اليوم فرجينا فريق التضامن قد ايه جاهز بدنيا، كونديسيون فيزيك اللي عنده اياها واضحة جدا انه جاهزة بشكل كثير كبير، عم يركضوا اللاعبين بشكل واضح، سريعين كثير. الترانزيشن ديفنس الفاست بريك اللي حكيت عنها كثير باول شوط، وعم يفرجونا بالترانزيشن ديفنس كمان انه ما عم يخلوا لاعبين المتحد يسجلوا سدات سهله من فاست بريك. العموري ذكيه، ذكيه منك يا عموري يا كوري ويليامز. 14 نقطه لبشير العموري، واكثر من 14 تمريره حاسمه لكوري ويليامز. تسديده العكيري عن الارك بسجل العكيري، 8 نقاط للعكيري يلي استفاد من تمريرة حاسمة لباسل بوجي. 3 دقايق ونص متبقي لنهاية المباراة، تقدم نادي التضامن الزوق بنتيجة 95-77. العموري كمان، العموري 17 نقطة، ثالث ثلاثية لبشير العموري. الأسيست أكيد عرفته من مين؟ من اللاعب كوري ويليامز يلي غير كتير بشكل نادي التضامن الزوق. لاعب نادي بجي السابق عم يتميز كثير بهالمباراة، ومروان زيادة هون بالطب عم بيسجل أول سلة لإله بالجيم. حسن دنداش كمان عم ينجح بالمحاولة ليسجل النقطة المية لفريق التضامن، 21 نقطة الفارق، أقل من 3 دقايق لنهاية المباراة. العكيري تسديدة ثلاثية ما بينجح فيها. تبديل بالجملة من المدرب مروان خليل. جوني لطوف على أرض الملعب، وإدوار بشارة كمان على أرض الملعب، ومحمد همدر كمان على أرض الملعب من جديد. بينما جوني لطوف وإدوار بشارة للمرة الأولى عم نشوفهم بهالمباراة على أرض الملعب. إذا النتيجة 179. خطأ من الفهد لصالح الدندش، خروج روني فهد ودخول طارق مرعبي من جهة نادي المتحد. الدندش بينجح كمان، حسن 9 نقاط لحسن دندش بالجيم. ما زال نديم سعيد بالطليعة بالتصويت على البلاير اوف ذا جيم، صاحب النقاط ال 19 لهلا بالمباراة.
عم يتقدم على زميله كوري ويليامز 33% مقابل 29% و27% لروني فهد. ادوار بشارة تحت السلة، نديم سعيد 21 نقطة لنديم سعيد، ثالث أفضل مسجل بالمباراة بعد كوري ويليامز ب 29 وسامي مورو ب 22. طارق مرعبي من أول محاولة بسجل. كمان طارق مرعبي ما بينجح بالمحاولة، الهمدر هو يلي بسجل بسلة فريقه، تحتسب لكابتن فريق المتحد يلي هو روني فهد. وإدوار بشارة كان عم يسجل أولى نقاطه بالمباراة. دقيقة واحدة متبقية لنهاية المباراة، العكاري بيرد عن أرك 3 بوينتس 11 نقطة لمحمد عكاري، فتحت المباراة بشكل كبير بهالوقت. إذا نص دقيقة متبقية لنهاية المباراة، محمد همدر 106-86، الثواني الأخيرة، التضامن عم يتمكن إنه يفوز بالمباراة الودية اللي عم يفتتحوا فيها القاعة الرياضية بالمينا بطرابلس. طارق مرعبي بهالوقت كمان عم ينجح بالتسجيل. والمباراة إذا مشاهدينا عم تنتهي بنتيجة 106-88، فوز نادي التضامن الزوق يلي فرجى عن جهوزية كبيرة بالفعل، فرجى قد ايه فريقه حاضر بال لبطولة لبنان لكرة السلة يلي مفترض تنطلق بشكل سريع وقريب جدا. إذا المباراة بتنتهي، يعني رح يكون رح ياخذ أكبر عدد من المقابلات، ومعي نديم سعيد الى جانبي. نديم مبروك اول شيء، مباراه وديه لكن بالفعل يعني فريق تضامن شفناه جاهز بدنيا وفنيا، قد ايه لكم عم تتحضروا لحتى هالقد قدرتوا تقدمتوا بالمستوى؟ يعني اذا بدك قياس نحن استفدنا من هذا التوقيف الدولي تحت نحضر حالنا مزبوط، يعني كل اداره جداريه من رئيس الكوتش كانوا حاضرين، وهيدي الشغله انا بدي مثل ما حكيتها بالمقدمه انه التضامن فريق عريق كثير، هي تشالنج لنا وشرف انه نلعب مع التضامن وتكون عرفت يعني يكون نحن ليدر فيه تحت رديه من التضامن. شو بيعني لكم عم تفتح انه عم تساعدوا بافتتاح قاعه بهالشكل بمدينه طرابلس يلي عم تعاني كثير مؤخرا؟ مزبوط، اكيد نحن يعني بدنا نطلب خاصه هذا لبنان بلدنا انه اذا بوقفوا كل هول الحروب بتوحدوا كلهم، وكمان هيدا اذا بدك هيدا متفوز معنا والنا، يعني نحن كتضامن انه عم نفرجي صوره حلوه اول شيء للجمهور اللبناني ولجمهور التضامن خاصه. كوري ويليامز رح يكون هو الاجنبي لنادي التضامن بعد الاداء الكبير اليوم يلي فرجينا اياه؟ لا يعني اذا بدك لا مش هو، هلا قدم اداء كبير بس نحن متعاقدين مع اجنبي، هلا اذا الكوتش رجع ارتقى انه كوري ويليامز هو معنا اكثر من 15 تمريره حاسمه اليوم كوري. وبدي اقول لك قبل ما تفل انه عملنا هيك تصويت باخر الكوارتر، مين برايكم افضل لاعب بالمباراه؟ الجمهور اختارك لك بتنافس مع كوري ويليامز. يعني ها هي، انا بدي اشكر الجمهور واشتقنا لايام الريبوك والاي لاف ذيس جيم، ان شاء الله يرجعوا قريبا على ان شاء الله اكيد. ثانك يو نديم. باخذ بركي روني فهد جرب يكون معي. روني فهد، روني اول شيء بدي اسالك يعني قبل ما نحكي على المباراه، شو بيعني لك افتتاح قاعه بهالملعب بهالمدينه اللي عم تتعذب كثير مؤخرا، قاعه بهالجمال، شو بيعني لك هالشيء؟ غياث شيء كثير مهم انه اليوم افتتحنا القاعه اليوم، وبالحقيقه هيدي المدينه عم تعاني كثير، وهيدا الشيء بيكون كثير مهم لها تطلع على الرياضه، تطلع على الفريق الحامل اسمها اللي العالم تقدر تنبسط وتفرح فيه. ان شاء الله من هلا ورايح نقدر نلعب عليها، يمكن نكون عم تسيع عالم قد ما فيها، لانه المدينه بحاجه لشيء يسليها ويغير الاتنشن عن اللي موجود فيها رياضه وسلام. روني انا اليوم فنيا شفنا الفريق منه كثير،
بوضعه يمكن على القليل انتم بتتمنوه، غياب حسن وايتسر كمان ما بدنا ننسى. شو رايك بادائكم الفني؟ وين انتم هلا حاليا قبل انطلاق البطوله؟ هي صراحه كثير عم نتعذب نحن بالتحضير مع السيزن، مش عارفين كيف عم بيكون في ان اوف، عم بيكون في لعيبه جديده ولعيبه منصابين، بعدنا فنيا كثير بعاد عن نحن وين بدنا نكون، بس في عنا وقت لانه هيئه البطوله رح تكون بعد شهر تقريبا. سو هلا قد ما فينا بدنا نتحضر ونلاقي مع بعض، نلاقي الكومبينيشن اللي بتمشي مع الفريق تبعنا، نكون حاضرين 100% على السيزون الجديد. كابتن يعني كيف شايف السيزون رح يكون؟ يعني هل رح يكون في تنافس كثير قوي؟ يعني واضح جدا اذا بنطلع بالصوره بنلاقي كل فرق حاضره وكل فرق جاهزه والمستويات يعني قريبه. غياث كان في فرق جديد السنة، في الهومنتمنت، في تضامن، عم بيعمل نتيجة كتير منيحة وعنده لعيبة مميزة. بتصور انه رح تكون سنة كتير حلوة مثل هديك السنة، ان شاء الله بتخلص بس وبيعرف البطل. هلأ الفرق وفي لعيبة كتير نقلت من فريق للتاني، صار في شوية حماس والجمهور كله متحمس للسنة الجاية، ان شاء الله نبلش بأسرع وقت بقى. بدي اشكرك اكيد روني فهد يلي كان معنا اكيد بمقابله، كنت حابب اخذ راي المدربين بما انه عندي بعد شويه وقت، لكن ظهر المدربين صاروا بالفيستيريت، ما راح اقدر اكيد اخذ منهم مقابلات. اذا مشاهدينا حبينا نكون موجودين معكم اليوم بمدينه طرابلس لافتتاح القاعه بالفعل الحلوه، القاعه الرياضيه المينا يلي افتتحها مش بس الفريقين، جمهور التضامن وجمهور نادي وفريق نادي التضامن وفريق المتحد، افتتحها كمان الجمهور الكبير يلي حب يكون موجود بشكل كتير قوي بهالقاعه ليفرجي انه طرابلس بحاجه بالفعل للرياضه. وسلام، بشكر حسن المتابعه اعزائي المشاهدين، بدي ودعكم الى اللقاء.